جلست خديجة مع صاحبتها نفيسة ابنة المنبه تحدثها عن إعجابها بمحمد، كم هو صادق وكم هو أمين، وتخبرها كيف أن تجارتها أصبحت مباركة وأن الربح أصبح أضعافاً منذ أن عمل معها هذا الرجل في التجارة واستلم زمام الأمور. قالت لها صاحبتها: لعلك تريدينه زوجاً؟ قالت خديجة: هو ذاك، إني أريده زوجاً لي، لكن هل يقبل بذلك؟ فقالت لها نفيسة: أنا أحدثه. فقالت لها: حدثيه، لكن لا تقولي له أنني أنا من أرغب بالزواج منه. راحت نفيسة حتى وجدت النبي فقالت: يا محمد، لما لا تتزوج؟ فقال: ومن أتزوج؟ قالت: وإن جئتك بحسيبة نسيبة شريفة طاهرة غنية فهل تتزوجها؟ فقال: ومن هي؟ فقالت: خديجة. فقال لها: وهل تقبل؟ فقالت: دعها علي. فقال: اعرضي عليها الأمر. راحت نفيسة إلى خديجة وقالت لها: أبشري. ثم عادت إلى النبي وقالت له: إن خديجة قالت: ومن لخديجة خير من محمد، أمين وفي صادق شهم كريم. راحت خديجة إلى عمها عمرو بن أسد لأن والدها كان متوفيا، وراح النبي إلى عمه أبا طالب وتم طلب العروس، وذبح النبي جزورين وأولم احتفالا بهذا الزواج. هكذا تزوج النبي أم المؤمنين خديجة بنت خويلد. وتقول خديجة: عندما تزوجت محمدا حلمت أن القمر يبيت في حضني. كان عمر النبي عندما تزوج خديجة 25 عاما، وكان عمر زوجته 40 عاما. وعندما أصبح الزوجان يعيشان في بيت واحد تولى النبي النفق على البيت، لأنه كان يعمل منذ كان طفلا ولديه تجارة وشركاء، وكان من أهم شركائه من الرجال السائب ابن أبي السائب. فرغم أن زوجته كانت تمتلك المال الكثير، إلا أن النبي هو من تولى عملية الإنفاق على البيت. الزوج حتى لو كان نبيا هو المسؤول عن نفقة البيت، وإذا ما أعطته الزوجة إحسانا فهذا أمر آخر، والإحسان بين الزوجين أمر مطلوب لكنه ليس واجبا على الزوجة.